دلوقتي خلينا نروح نصبح على دينا اللي هتعرفنا كمان عن اخبار واسعار الذهب والعملات. دينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانه. صباح الخير يا احمد. صباح الخير والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. فعلا دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الخاصه باسعار صرف العملات الرسميه النهارده وكمان اسعار الذهب، لكن هبدا معاكم باسعار صرف العملات الرسميه النهارده. هنبدا معاكم من الدولار الامريكي، وبالنسبه لسعر البيع 24 جنيه 51 قرش و24 جنيه 44 قرش للشراء، اليورو 25 جنيه 33 قرش للبيع، 25 جنيه 24 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 28 جنيه 95 قرش للبيع، 28 جنيه 85 قرش للشراء، فرنك سويسري 25 جنيه 82 قرش للبيع، 25 جنيه 72 قرش للشراء، اليوان الصيني 3 جنيه 42 قرش للبيع، 3 جنيه 41 قرش للشراء، الريال السعودي 6 جنيه 52 قرش للبيع و6 جنيه 50 قرش للشراء، الدينار الكويتي 79 جنيه 65 قرش للبيع و79 جنيه 30 قرش للشراء، واخيرا الدرهم الاماراتي 6 جنيه 76 قرش للبيع و6 جنيه 65 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده، عيار 18 سجل 1101 جنيه، عيار 21 سجل 1285 جنيه، عيار 24 سجل 1469 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 10280 جنيه. حاولنا ناخد حضراتكم في جوله كده سريعه عن اسعار صرف العملات الرسميه النهارده وكمان اسعار الذهب. هرجع مره ثانيه لجمانه واحمد علشان نبدا معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دي. شكرا.